الحقيقة لما تتكلم دايما معاه تحس انه راجل حتى تخطى تخصصه لانه يكون رجل صناعة. يعني كنا لسه بندردش في موضوعات في الفاصل عن الصناعة بشكل عام، رجل حاضر في كل التفاصيل. فبالفعل حضرتك رجل صناعة. وعايز ارجع معاك لجزئية بقى يعني مهمة ولطيفة، قلت لي فيلم البطنية. أيوة. ده كان اول تجربة حقيقية لحضرتك ولا قبليها كان في انا كنت بقيت ماكير قبليها خلاص بقى يعني ماكير وبعدين كنت ماكير، واول فيلم اعمله كماكير في حياتي وكان الفضل العظيم في هذا ان انا اخد هذا الفيلم كماكير رغم رفض كل الموجودين لصغر سن في وقتها. كان فيلم ابناء الصمت. ابناء الصمت، وده خدت حضرتك برضو عليه خدت جايزة دولة. بالظبط. ففوجئت طبعا، لقيتها هي بعتني في الشركه، انا رايح اتفق كمساعد ماكير لاستاذي الله يرحمه كان الماكير بتاع ميرفت امين وقتها، استاذ علي امام رحمه الله عليه. فقالوا لي لا ده انت ماكير الفيلم. قلت لهم ماكير الفيلم يعني ايه؟ مش فيه؟ قالوا لا دي السيده ميرفت امين طلبك انت ماكير الفيلم. قلت له طب معلش اجي لكم بكره، الاستاذ محمد راضي رحمه الله عليه. قلت له اجي لك بكره. رحت لميرفت امين بقول لها ده طالبين ان انا ماكير. قالت لي ايوه. انا كنت منتظره الفيلم اللي تثبت فيه كفاءتك يا محمد، وانا عارفه قوتك ايه وعارف انك هتبقى ماكير شكلك ايه، فكنت ده فيلم فعلا هيثبت انك انت ماكير كبير. كنت خايف متردد. رحت الوحيد اللي وقف قصادي بقى فيه وكان رافض ان انا اشتغله كماكير مدير التصوير عظيم مصوري مصر الاستاذ عبد العزيز فهمي. قال لهم مع الشوف ده بيشتغل معايا مساعد ده صغير، ده انا عندي اصابات وعندي جنود وعندي 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 وعندي، انا عايز ماكير كبير محترف معايا. المهم مناقشات مش مناقشات، ملحمي برضه، فقالوا خلاص نخلي محمد عشوب يعمل مكياج لميرفت امين بس، ونجيب الحاج رمضان امام يعمل الفيلم. جت السيده ميرفت امين، لن انسى لها هذا الفضل فعلا، اختي وصديقتي وحبيبتي عشره عمري. قالت لهم شوفوا طالما الاستاذ عبد العزيز فهمي مش مقتنع ان عشوب يعمل الفيلم، انا مقتنعه لان عشوب هو اللي بيعمل لي مكياج، مش بيعمل الاستاذ عبد العزيز فهمي مكياج. انا مقتنع ان عشوب هيعمل الفيلم ده على اعلى مستوى، وطالما انتم مش مقتنعين بيه انا كمان مرسي ليكم، فضلوا العقد بتاعكم. وكانت حصلت ازمه كبيره فعلا. ورجع محمد راضي طبعا، فالاستاذ عبد العزيز فهمي عشان يقبل ان انا اعمل الفيلم عمل لي امتحان. ورحت عملت امتحان فعلا في مكتبه. امتحان اقسم بالله، جاب لي بني ادم ابيض اشقر وقال لي ده عسكري على الجبهه بقاله 9 سنين. شوف بقى الجو، العوامل الجويه طبعا وده وده اثرت ازاي في ملامحك. عملت ايه؟ فده كان امتحان صعب بالنسبه لي. انا بقى وقت ده كنت بشتغل في كوبرو فيلم مع الافلام الايطاليه اللي كلها معظمها حربيه بتيجي تشتغل في مصر، فكنت بشتغل مع ماكيرات ايطاليين وفرنسيين وامريكان. فاخدت الخبره فعملت هذا العاطف، انا فاكر اسمه، وعملته وحولته. جه عبد العزيز فهمي بص عليه بص في وشه كده وقال لي جمله، قال لي عشوب مبروك عليك الفيلم، تسلم ايديك بس. وكانت طبعا وشريت اساتذه كبار بقى يعني يعني بدات بدايه قويه قوي. وفجاه ان انا والله العظيم ما هنسى، وانا مروح فجاه لقيت جريدة الجمهوريه لقيت منشط كده في الصفحه الاولى مكتوب سعاد حسني الجائزه الاولى في خلي بالك من زوزو. عبد العزيز فهمي اللي هو مدير التصوير ما خدش في الفيلم ده لا الجائزه الاولى في التصوير في فيلم الهارب. عشوب فيلم ابناء الصمت.